صباح الخير، اهلا بيكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في لايف جديد من محافظه الفيوم. احنا معانا النهارده الاستاذه الدكتوره رحاب زيتون، رئيس قسم التخاطب بكليه الطب بجامعه الفيوم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره. في سؤال بيطرح نفسه عند اولياء الامور، ازاي اعرف بدري علامات تاخر السمع او ضعف السمع او وجود مشاكل عامه في السمع؟ ده سؤال مهم، لان طبعا التدخل المبكر والاكتشاف المبكر لمشاكل ضعف السمع بيساعد ان نتائج العلاج تكون احسن. حاجه من الحاجات الايجابيه اللي حصلت الفتره اللي فاتت ان بقى في كشف سمع او اختبار سمع اجباري عند الولاده، فده بيساعد ان احنا نكتشف الحاجات المبكره، لكن ده ما بيمنعش ان على مدار التطورات العمريه بتاعت الاطفال وفي مشاكل ثانيه ممكن تسبب فقدان السمع، في انواع ادويه ممكن تسبب فقدان السمع. واشهر حاجه بتاثر على السمع عند الولاد الاقرار بتاع نزلات البرد اللي ممكن تؤدي لتراكم ميه ورطبه الاذن والتهابات الاذن المختلفه، ودي حاجه برضو بتاثر على السمع عند الاطفال. فلازم ابقى واخده بالي لو ابني بيجيله نزلات برد كتير، بيتنفس من بقه على طول، نفسه من مناخيره صعب، ان انا اكشف على ودانه. السبب الاشهر فكره الانتباه للاصوات البسيطه، الناس متخيله ان الطفل اللي عنده مشكله في السمع ده طفل ما بيسمعش تماما، ده مش حقيقي. في درجات مختلفه لفقدان السمع وكلها خطيره وكلها بتاثر على تطور اللغه وتطور العقل عند الاطفال. فاسلم حاجه ان انا ابقى بتشوف بشكل دوري على ودن الطفل عشان اتاكد ان الامور سليمه وان مفيش اي حاجه محتاجه علاج. طب بما اننا داخلين على موسم الشتاء وبيكثر فيه نزلات البرد وتعرض الاطفال للاصابه بيها مع الاختلاط والمدارس، ايه النصايح اللي حضرتك تقدميها لاولياء الامور؟ يعني المحافظة على الصحة، المحافظة على التهوية في البيوت، النظافة الشخصية، الحاجات دي كلها بتقلل نسبة الإصابة بالعدوات المتكررة. لما يكون في عدوى برد متكررة أو حساسية أنف متكررة بنصح إن احنا نكشف أنف أذن وحنجرة وسمعيات. في إجراءات بسيطة زي ضغط الأذن، زي مجرد الكشف على الودان بيبين لو في حاجة وبنعالجها أول بأول، فدي بتفرق أوي. الجديد بقى في الطب عامة التخاطب والسمعيات، احنا بنلاحظ في تطور يعني بسرعة الصاروخ، يعني يمكن في تطور سريع عن أقسام تانية كتير وعن تخصصات تانية كتير. حضرتك ممكن تقول لنا الحتة دي من حيث الاطلاع على اللي بيحصل بره؟ مهم طبعا ان احنا نبقى واخدين بالنا من العلامات التطورية في اكتساب اللغة والتواصل عند الأطفال، لان فكره ان الطفل هو عنده سنه بيكون بيتواصل باستخدام كلمات مفرده وبيكون عنده معلومات استقباليه كتير يقدر بيها يتفاعل ويعبر عن احتياجاته الاساسيه. لما بيبقى الطفل عنده سنتين بيقدر يتواصل بجمل من كلمتين. الوعي بالمهارات التطوريه للاطفال في الاعمار المختلفه ده شيء مهم جدا، لانه بيساعدنا على الكشف المبكر عن التاخير وبالتالي التدخل المبكر وتحسين المستقبل التعليمي والاجتماعي للطفل ده. هل على مستوى الاجهزه المستخدمه في يعني طب التخاطب والسمعيات في حاجات مستحدثه في الاجهزه في تطور؟ طبعا حاجات الكشف على امراض السمع كل يعني سنه بيكون في تطورات جديده بتساعدنا في التدخل المبكر، وان احنا نشخص مبكرا المشاكل المختلفه. المقاييس التطوريه المختلفه بتاعه تطور اللغه والتقييمات المختلفه بقت فيها مستحدثات، ان احنا بنبتدي نشوف الاطفال دي من سن بدري، ما بقاش زي زمان نقول لا هنستنى لما يبقى عنده سنه ولما يبقى عنده سنتين، احنا بنقارن الطفل بنفسه حسب مراحله التطوريه المختلفه. طيب بمناسبه التطور والتعرف على التطورات، النهارده يمكن احنا اهو في محاضره في مديريه الصحه وحديث الجامعه اطباء الانف والاذن والتخاطب، فانا عايزه اعرف النهارده المحاضرات دي ايه اهميتها؟ اهميتها ان التخصصات الطبيه المختلفه بتتعرف على بعض وبتعرف المناطق المختلفه اللي بنحول فيها. يعني في اطباء كتير ما يعرفوش ان الطب التخاطب ده بيشتغل مش بس في اعاده التاهيل بتاعت ان الطفل يتكلم، احنا بنشتغل على المهارات الاجتماعيه، بنشتغل على مهارات التواصل المختلفه، التواصل البصري،
الحاجات اللي ليها علاقه بالاكاديمي، لان لو في صعوبات اكاديميه عند الطفل احيانا كتير بتكون مرتبطه بصعوبات اللغه. بنعرفهم اللي احنا بنعمله جديد، لان احنا بقينا بنشتغل مثلا في نطاق صعوبات التغذيه ومشاكل البلع. بنعرفهم امتى يحولوا لنا. مهم ان احنا نبقى متواصلين مع بعض، لان احيانا كتير الاهالي لما بيكون عندهم مشكله بيلجأوا يمكن للطبيب العام او طبيب الاطفال او طبيب انف واذن قبل ما يلجأوا لطبيب التخاطب. فمهم ان الاطباء يبقوا عارفين امتى يحولوا واحنا مجال شغلنا ايه. ميرسي يا دكتوره، شكرا جدا. دكتوره ريحان زيتون، رئيس قسم التخاطب بكليه الطب.